لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. دكتور عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بالتوسع في إنشاء مصانع للأسمدة الأزوتية والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. كيف ترى هذا التوجه وانعكاسه على ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اللي احنا شايفينه دلوقتي في هذا العام يعني والعام الماضي في نهضه كبيره جدا بالنسبه للتوسع في صناعه الاسمده وخاصه الاسمده الازوتيه والاسمده الفوسفاتيه بالدوله المصريه. طبعا كان في خطه طموحه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم بالدوله المصريه ان هناك في توسعات افقيه أو إضافة أرضية جديدة يتم زراعتها به المحاصيل الاستراتيجية الهامة أو المحاصيل البستانية، وتمثلت ذلك في المليون ونصف فدان، وتمثلت ذلك أيضا في الدلتا الجديدة حوالي 3 مليون فدان أو 3.5 مليون فدان. فكان لازم أن يكون هناك استراتيجية واسعة تواكب هذا التوسع الأفقي بتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهذه المساحات، على رأس هذه المستلزمات الأسمدة الأزوتية أو الأسمدة الفوسفاتية. وبفضل الله سبحانه وتعالى فخامة الرئيس افتتح مصنع الفوسفات في منزه تقريبا حوالي سنة أو 10 شهور، والنهاردة بنشوف كمان افتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية. وإن كانت تساهم الأسمدة الأزوتية من 10 ل 12% من مستلزمات الإنتاج، ولكن تساهم من 60 ل 80% من كمية الإنتاج من وحدة المساحة. هذا البعد الاستراتيجي كان لازم ضروري يتماشى بالتوازي مع التوسع الأفقي، وذلك لمواكبة النمو السكاني داخل الدولة المصرية وتأمين الغذاء اللازم لكل مواطن بالدولة المصرية. فإحنا طبعا هذه تعتبر من ضمن الإضافات الممتازة جدا داخل الدولة المصرية، لأن الإنتاج الزراعي بيعتبر هو دلوقتي مع المتغيرات الدولية سواء التغيرات المناخية أو الحروب الروسية الأوكرانية أو فيما قبل الكوفيد 19 وتأثيره على العلاقات الخاصة بالتبادل الزراعي أو تبادل الإنتاج الزراعي ما بين الدول وبعضها. والدولة المصرية ليست تعيش بمعزل عن العالم، ولكن تؤثر وتتأثر بالمتغيرات المجاورة، وعلى رأس هذه المتغيرات المتغيرات البيئية. فبفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنعتبر ان هذا إضافة مضيئة داخل الدولة المصرية. وأيضا في توجيهات خاصة بمعالي وزير الزراعة السيد القصير أن لازم يكون في توسع، بالإضافة للتوسع الأفقي لازم يكون في توسع أيضا رأس. وتعتبر الأسمدة الأزوتية من ضمن مستلزمات الإنتاج الضرورية واللازمة في الزيادة الرأسية للإنتاجية من وحدة المساحة. نعم دكتور، في ظل ما يتمتع به مجمع الأسمدة الأزوتية من مقاومات وما يضم أيضا من مصانع، في رأيك إلى أي مدى بيضمن هذا المجمع الحفاظ على الريادة المصرية بقطاع الأسمدة؟ طبعا احنا طبعا بالنسبة للدولة المصرية عندنا مصانع أزوتية داخل الدولة المصرية سواء كانت للقطاع الخاص أو لقطاع الأعمال أو لوزارة البترول، بتنتج حوالي 7.2 من 10 مليون طن. يضاف اليها ان شاء الله هذا المصنع اللي تم افتتاحه اليوم كاسماد ازوتي تحديدا، وده بيكفي ان شاء الله للاحتياجات المصريه والتوسعات ان شاء الله المستقبليه الاستراتيجيه، وبحيث تغطي كل احتياجات النباتات لتامين الامن الغذائي داخل الدوله المصريه. نعم، وفي رايك الى اي مدى سيسهم مجمع مصانع الاسمده الازوتيه في دعم ملف التنميه الزراعيه وانعكاسه ايضا على حركه الصادرات المصريه؟ طبعا يساهم مساهمه فعاله في تامين الانتاج الزراعي واحتياجات النبات من الاسمده الازوتيه، وايضا هذا الانتاج يعتبر انتاج محلي داخل الدوله المصريه، يساهم مباشرة في الاقتصاد القومي للدولة المصرية وتأمين الغذاء، ويقلص الاحتياجات من العملة الدولارية، حيث ذلك بيعتبر انتاج محلي داخل الدولة المصرية ان كان غاز طبيعي او نيتروجين جوي. فكله بيعتبر كل التكنيك او كل يعني مدخلات الانتاج عبارة عن مدخلات محلية داخل الدولة المصرية لا تحمل عبء على الخزينة، خزينة الدولة المصرية،
ويكون إن شاء الله فائض إنتاجي ممكن تصديره ويزيد من العملة الدولارية داخل الدولة المصرية. نعم. دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.